من بين يعني الـ الـ الارقام النهارده او ما ذكره السيد وزير الاسكان انه اذا لم تتدخل الدوله كان هيرتفع عدد سكان المناطق غير الامنه الى حوالي 3 مليون نسمه. ده المناطق غير الامنه، تمام؟ غير المناطق بقى الغير مخططه اللي هي بنسميها العشوائيات، التقديرات كانت بتتكلم في حوالي 15 مليون انسان. فتخيلوا حضراتكم لو الدوله ما كانتش اتدخلت خلال السنوات اللي فاتت ووفرت هذه المشروعات، فلو ضفنا 3 مليون في الاماكن غير الامنه على 14 مليون في المناطق العشوائيه اللي بيجرى الان اعاده تخطيطها زي ما قال المهندس خالد صديق، كنا بالتاكيد يعني امام ما يقرب من حوالي 20 مليون مواطن مصري عايشين في مناطق غير امنه او مناطق غير مخططه. ولكن تدخل الدوله وواحد من اذرع الدوله الرئيسيه هو هي وزاره الاسكان. دكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان، مساء الخير يا فندم والف مبروك الحقيقه، يعني تكليل هذا الجهد والنهارده المنظر العظيم اللي احنا شفناه. مساء الخير يا استاذ عمرو، الله يبارك في حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وطيب طبعا حضرتك بخير. دي طبعا هي واحده من الحلقات اللي تخص تطوير المناطق العشوائيه والمناطق غير الامنه، لان الحقيقه دي مش اول، يعني مش اول سلسله افتتاحات، دي تعتبر يعني الاعلان ان شاء الله بانتهاء 2021 الانتهاء من المناطق غير الامنه في مصر. طيب خليني أسأل حضرتك على فكرة ناقوس الخطر النهاردة برضو اللي أكد عليه السيد وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار، لو إن الدولة ما اتحركتش بشكل سريع وقامت بما قامت بيه النهاردة وشفنا هذه الافتتاحات وغيرها حتى ما سبق، كانت الأرقام كانت هتقفز إلى معدلات خطيرة جدا، ما يقرب كده بالتالي من حوالي 20 مليون مواطن كانوا يعيشوا في المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية. بالظبط، هي طبعا هي قضيه العشوائيات هي قضيه يعني مركبه شويه، يعني مكونها الاساسي هو مكون الاسكان، ان لازم يكون في يعني فرصه سكن مناسبه وميسره للمواطن المصري. وطبعا نتيجه ان في الفترات السابقه ان كان الطلب اكبر بكتير من العرض، فكان المواطن بيلجا الى الاماكن الهامشيه اللي هي على هوامش يعني مدن، وبيبني سكن، سواء السكن ده بيكون غير مرخص او الارض غير مرخصه، وبالتالي بيظهر عندنا بقى اشكال كثيره من العشوائيات اللي هي بتتدرج من المناطق الغير امنه او المناطق الخطره حتى المناطق اللي هي العشوائيه غير المخططه. فطبعا هي قضيه ازاي تلبي احتياجات الفئات المختلفه، وعشان كده البرنامج اللي الدوله شغاله فيه سواء كانت برنامج الاسكان الاجتماعي او المبادره الحديثه اللي اطلقها فخامه الرئيس سكن كل المصريين، الهدف الاساسي من هذه البرامج هي اتاحه وحدات اسكان للفئات المحدوده وهي فئه محدود الدخل، وبالتالي انت حضرتك بتقدر كده بشكل يعني بشكل اساسي تلبي احتياجاتهم وبالتالي تمنع ظهور العشوائيات. طيب ده بالنسبه للناس اللي محتاجه، طب الناس اللي هي اوريدي قاعده بقى في مناطق عشوائيه، هي دي اللي احنا بنحاول ان احنا نطورها ونحسن جوده الحياه ونحسن البيئه العمرانيه علشان يكونوا مثل الناس اللي احنا بنبني لهم حياه جديده وحياه كريمه في المستقبل. طيب دكتور عبد الخالق، النهارده يعني السيد الرئيس تطرق الى جزئيه ان ما يتم بنائه ليس فقط للاغنياء او ميسور الحياه اللي يقدروا يشتروا وحدات سكنيه فاخره، ولكن الدوله بتقوم حضرتك طبعا برضو يعني تفضلت بذكر ده ان في مشروعات بتخاطب الطلب المتنامي على الوحدات البسيطه اللي هو الاسكان الاجتماعي اللي بيخاطب الشباب او محدودي الدخل. فحضرتك تقول لنا يعني خلال مثلا السنتين ثلاثه اللي فاتوا وزاره الاسكان انتهت من كام وحده في هذا الاطار، سواء اسكان اجتماعي سواء اسكان لمحدود الداخل، او طرحت عدد من الطروحات اللي احنا بنشوفها في المدن الجديده تقريبا كام الف وحده حتى الان؟ طيب بص يا فندم، هو اللي احنا اللي تم وجاري تنفيذه في بيتم من خلال وزاره الاسكان ما يقرب من مليون ونص وحده سكنيه، مليون ونص وحده سكنيه، اكثر من 75% من الرقم ده لمحدود الدخل، سواء بقى بيخش فيه الرقم ده ال 75 بيخش فيه
المشروعات الخاصه بتطوير المناطق العشوائيه او برنامج الاسكان الاجتماعي او برنامج سكن كل المصريين اللي موجود في عواصم المحافظات. فاذا احنا بنتكلم على ان الشريحه اللي هي محتاجه فعلا الى توفير وحدات سكنيه وهي فئه محدود الدخل، نسبه اللي هي اللي ما يتم تنفيذه هي النسبه الاكبر، وده طبعا طبيعه الحال لان هي دي الفئه الاكبر من المجتمع واللي هي محتاجه فعلا الدعم الحقيقي للدعم. ولكن زي ما بقول لحضرتك هي عندنا صور مختلفه من اشكال الدعم. يعني المناطق اللي هي الغير مخططه الغير امنه، يعني اليوم في كل المشروعات اللي احنا بنشوفها دلوقتي مشروعات الافتتاح، المواطن لا يتحمل اي حاجه، اي عبء لا يتحمله الا بس فقط مصاريف الصيانه الشهريه للوحده اللي قاعد فيها. يعني فندم الأسر اللي احنا شفناها والناس اللي شفناهم في الاسمرات وغط العنب وبشائر الخير، كل دول يا فندم ما دفعوش اي شيء. لا ما دفعوش اي شيء، وبينتقل للوحده دي بيتعمل له يعني عقد ايجار تمليكي، بيدفع مصاريف صيانه كل شهر ومش عليه اكثر من ذلك. في بقى نمط تاني اللي هو نمط الاسكان الاجتماعي، وده بقى النمط الاخر اللي هو بيبقى وحده سكنيه مدعمه، وبتبقى طبعا دي نمط اخر من الـ من الـ من العقود. ولكن هنا بنقول ان المواطن ده اللي هو عايز يشتري شقه، عايز يشتري شقه وسعرها كويس مدعمه، ولكن هي شقه مدعمه. يعني ايه شقه مدعمه؟ يعني اقل من سعر التكلفه. وبالتالي احنا هنا كدوله بتحاول ان هي تدعم الفئه المحدوده الدخل، ان هو لو ما لقاش شقه مدعمه هيروح للسكن العشوائي وهيظهر ظاهرة العشوائيات مرة أخرى. طيب دكتور عبد الخالق، يعني لأن الجزئية البناء على الأراضي العشوائية وإحنا بنتكلم على المحافظات سواء الزراعية سواء في وجه قبلي أو في وجه بحري، بنبني قد إيه في محافظات الدلتا والصعيد عشان يبقى في بديل للناس، بدل ما تبني على الأرض الزراعية عشان تسكن ولادها يكون في بديل قريب ليهم يقدروا إن هم يوفروا شقق لأولادهم بدل ما يبنوا على الأرض؟ البرنامج اللي هو تطوير عواصم المحافظات ان شاء الله ده بيستهدف 500 الف وحده سكنيه. البرنامج ده فكرته الاساسيه ان في داخل الاراضي اللي هي المدن الرئيسيه اللي هي موجوده في العواصم المحافظات اراضي غير مستغله اصول دوله. فاحنا الدوله دلوقتي بدات تعيد استغلال هذه الارض في بناء اسكان، واحيانا بناء اسكان وخدمات بتوفر زي ما بقول لحضرتك الخطه بتاعتنا 500 الف، وان شاء الله الخطه دي بتزيد طبقا للمعدلات الاراضي اللي بتقدر تخش معانا. وبالتالي حضرتك هنا داخل عواصم المحافظات تقدر تستقطب جزء من، يعني دايما بنقول ان في احتياج واستيعاب بالظبط في الريف طبعا، وتقدر تستوعب زياده سكانيه. ده طبعا بخلاف ما يتم اتاحته في المدن الجديده القريبة من المدن القائمة، برضو إسكان اجتماعي وإسكان ميسر ومدعم لتشجيع السكان إن هم يبدأ يستقر في المدن الجديدة، لأن مهما عملنا من مشروعات داخل المدن القائمة، المدن القائمة مش هتقدر تستوعب أكبر من اللي هي تستوعبه إلا بقدر البسيط، لأن عندك انفراستراكشر أو بنية أساسية مش هتستحمل أكتر من كده. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان، شكرا جزيلا لحضرتك. وجزئيه البناء على الاراضي الزراعيه في مدن جديده بتتبني في عواصم المحافظات زي ما قال الدكتور كده بيتم توفير فيها اراضي تابعه للدوله بيتبني عليها مشاريع اسكان، ده غير المدن الجديده. فبالتالي هنا لابد بقى من وقفه مع البناء على الاراضي الزراعيه. والحقيقه الرئيس في كل مناسبه يعني بيتطرق إلى هذه الجزئية لخطورتها، مش بس على اللي عايشين في مصر دلوقتي ولكن على اللي هيعيشوا بعدنا من ولادنا وأحفادنا، لأن ممكن يجوا بعد فترة لو ما تمش الوقوف أمام البناء على الأرض الزراعية وتغولها تغول لهذا السرطان للأسف على الأراضي الزراعية، ممكن يجي بعد عقود قادمة مع أجيال جاية مش هيلاقوا ولا أرض زراعية صالحة للزراعة في مصر، وده طبعا كابوس بالنسبة للبلد بحجم مصر. نشوف الرئيس النهاردة قال إيه في هذه الجزئية. لما إحنا قلنا عشان نخلي الناس ما تقربش من الأراضي الزراعية، ما قلناش ما تقربش وبس، إحنا قلنا هنطرح في عواصم المحافظات في الأراضي المتاحة جوه المحافظة، سواء كانت الأراضي دي بتاعت الدولة أو بتاعت وزارات زي
قطاع الأعمال أو غيره ما بقاش تصلح إنها ينفع تبقى في وسط الكتلة السكانية بالطريقة ديت، قلنا هناخد الأراضي ديت نبنيها عشان نتاحها للمواطنين، عشان ما أقولوش إيه ما تبنيش وأنا ما بوفرش بديل. فإحنا كنا الخطة 500,000 واحدة، اللي لو هب بيتكلم عليهم بيتكلم على 108,000 اللي إحنا شغالين فيهم دلوقتي. وكل ما تتوفر أراضي سواء كان المحافظة توفرها أو غيره هنقدر نعمل الخطة اللي إحنا بنتكلم عليها دي على مستوى الدولة بالكامل. لما جينا قلنا نعمل تقنين أوضاع، أنا بشرعن لغلطك عشان بس الناس تبقى فاهمة، أنا مش بديك حقك، الأمور الصحيحة أنا بشرعن إيه؟ غلطك، أنت تعديت على أرض مش بتاعتك، مفيش حد بيعمل كده. فأنا قلت طيب ماشي خليها إيه؟ خليها تبقى أرضك. فشرعنت بعمل عشان أحسسك أنك أنت إنسان سوي في تصرفاتك.